اقسم بالله مش مصدقه. ايه خبر القنبله ده؟ احلفي. عادي عادي، انا عايزاكي بقى تنبسطي وتزقططي. ما حبيتش اخبي عنك خبر حلو زي ده، قلت اجيلك بنفسي واقوله لك هنا. لا ده خبر يجنن، عايز بوسه. خلينا في المفيد، ما انا مش ههز طولي واجيلك لحد هنا عشان في الاخر تديني بوسه. يا اختي ارحميني بقى، الفلوس اللي بيبعتها لي خلاص ما عادتش مقضياني. عليا انا؟ ده انت مكمره منه ملايين. يا ساتر يا رب، انت بصلي في فلوسي يا بنتي كلها راحت على يدك. طب بقول لك ايه، ما تطلعي بقى تجيبي لي الصندال الجوتشي اللي كنت متصوره بيه على الانستجرام الاسبوع اللي فات. ما ينفعكيش يا روحي، انا بلبس 38 وانت بتلبسي 41. مالكيش فيه، انا هظبطه. يا ستار يا رب، ايه الاستغلال اللي انت فيه ده؟ يا سلام، وانت ايه بقى ان شاء الله؟ هو انت مش برضو بتستغليني عشان تعرفي اخبار درتك او البول؟ درتي؟ درتي اللي جالها اب وابن في يوم واحد؟ هو انت عرفتي منين انها حملت؟ اذا كنت انا لسه عارفه من هشام دلوقتي. كان عندي هنا وقال لي. هشام؟ هشام ايه اللي هيجي لي هنا بس؟ زياد يا بنتي كان جاي عنده مشكله ليونس في المدرسه في حاجه. طب بقول لك ايه، اطلعي هاتي لي صندل وبتعالي كملي القصه الحلوه دي بعدين. ماشي. اتفضلي يا ستي، ادي الصندل اهو، مش خساره فيكي بعد الاخبار الحلوه دي. اما بقى لو ابوها ده ما طلعش ابوها تبقى ضربه في الصميم، ده هيبقى خبر الموسم. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.